يقول السائل أحسن الله إليكم، تنتشر ألعاب الآن إلكترونية عبر مواقع التواصل ويلعب فيها البنات مع الشباب، يقول فما حكم هذه الألعاب أحسن الله إليكم؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر في القواعد أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا إذا كانت تفضي إلى أمر محرم، والمتقرر في القواعد وجوب سد الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم إفضاء علم أو غلبة ظن. وبناء على ذلك فلسنا ممن يشدد على الناس في مثل هذه الألعاب ويمنعها أو يحرمها إلا إذا كانت مشتملة في ذاتها أو تؤول إلى شيء من المحرم شرعا. فإذا كانت في ذاتها ليس فيها شيء مخالف للشرع، ولم تكن تفضي باللاعب لها إلى شيء يخالف الشرع، فإن الأصل فيها عندنا الحل والإباحة. ولكن القاعدة الثانية تقيد هذا الأصل، وهو أنه إذا كان يشترك في لعبها الرجال والنساء الأجانب، وكانت هذه اللعبة بسبب هذا الاشتراك واللعب المتبادل سبباً لتعارف الرجال على النساء وطريقاً إلى ما لا تحمد عقباه شرعاً، فلا جرم أننا نحرمها، لأننا قلنا لكم سابقاً بأن كل لعبة تتضمن في ذاتها أو تؤول إلى شيء من المحرم شرعاً فإنها تكون حراماً شرعاً. والذي أهيب به أخواتي وإخواني من الشباب والشابات أن يلعب كل جنس مع جنسه غير مختلط بالآخر إن كانوا يريدون مواصلة هذه اللعبة، وأما الاختلاط فيها فإنني أظن والله أعلم أنه قد يكون طريقا يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، فالذي أراه هو سد هذا الطريق من باب سد الذرائع، والله أعلم.